السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي افضل حال واحسن حال دايما يا رب. زي ما انتم عارفين طبعا ان القناة بتاعتنا بتعرض ليكم جريمة يومية ومعلومة قانونية. الفيديو بتاعنا النهاردة عن معلومة قانونية. الحقيقة هو اتسأل ليا من ياسين حسام، بيقول لي: طيب حضرتك، انا اللي مجهز كامل المنقولات من حر مالي ومديها مهرها ذهب ومفيش قايمه بكده، هل هي ممكن تتمكن من الشقه؟ والعفش ايه وضعه؟ هو ملكي. طيب خلينا نقول، احنا لما كنا بنتكلم في حته تبديد المنقولات قلنا هي حقها تاخد العفش طول ما هي في ايديها قايمه منقولات، يعني مفيش حاجه اسمها ان هي سرقت عفشها حتى لو خدته في اي وقت. طول ما هي معاها قايمه المنقولات دي مهما حصل، طالما قدمت قايمه المنقولات يبقى انا خدت عفش، يبقى هنا هي بتطلع منها براءه كده، هي ما سرقتش عفشها، ما حدش بيسرق حاجته. طيب انت اللي مجهز حاجتك تمام، ومش ماضي على نفسك ولا كاتب قايمه منقولات، هي هنا مش من حقها تاخد حاجه. طب ولو خدتها؟ هنا بتبقى هي سرقاها. نركز تاني في الحته دي، هي مش معاها قايمه منقولات، انت اللي مجهز عفشك، انت اللي مجهز الشقه كلها من اولها لاخرها. هنا هي لو خدت اي حاجة تمام بتبقى هي هنا سرقاها. ليه؟ لان انت مش كاتب ليها قايمة منقولات ولا ماضي حاجة على نفسك. الحاجة موجودة في شقتك، عفشك في شقتك، حاجتك في شقتك، دي بتاعتك انت. لو اثبت ان هي خدتها هي بتتحاكم او بتتعاقب عليها كأنها جنحة سرقة. طيب انت بتقولني انا مديها مهرها ذهب، دي مفيش مشكلة. كلمة مهرها ذهب يبقى انت كاتب الذهب ده المهر في مقدم الصداق في قسيمة الزواج، ده على حسب فهمي. مديها مهرها ذهب، طيب معنى مديها مهرها ذهب دي يبقى انت كاتبه في قسيمة الزواج، زي ما احنا ما بنقول كده، يبقى هي لما تيجي ترفع عليك قضية خلع او حاجة لازم ترد الذهب اللي انت كاتبه مهر ده. ركزوا كده معايا يا جماعة، مقدم الصداق اللي بيتكتب في قسيمة الزواج، يعني بمعنى انت دلوقتي كاتبين، انت دلوقتي هتكتبه 10,000 جنيه، انت بتيجي في ساعة كتب الكتاب بتديها الجنيه ده وبتقول 10,000 دول مؤخر، المؤخر بتاعها. حلو الكلام. لما بتيجي هي ترفع عليك قضية خلع تمام، بتقوم جاية رد الجنيه ده في المحكمة، بتقوم رد الجنيه ده في المحكمة، بتخسر هي المؤخر. طب نيجي بقى للسؤال بتاع الأستاذ ياسين، انت بتقول انا مديها المهر بتاعها ذهب، المهر بتاعها ذهب اللي هو مقدم الصداق ده، لو انت كاتبه في قسيمة الزواج ده، لو انت كاتبه، لو انتوا كاتبين المقدم الصداق ده او المهر ده ذهب في قسيمة الزواج، ساعة ما تيجي هي ترفع خلع مجبورة ان هي ترد ليك الذهب ده. طيب حتة مفيش قايمة، خلاص احنا ردينا عليها وقلنا طالما مفيش قايمة يبقى هي مش من حقها اي حاجة خالص من عفش. هل هي بتتمكن من الشقة؟ طيب خلينا نكون متفقين ان التمكين من الشقة حاجة والعفش حاجة تانية، تبديد المنقولات حاجة، المنقولات نفسها حاجة، والشقة حاجة تانية. لو هي حاضنة، لو معاها اطفال تتمكن من الشقة، ممكن تتمكن منها حيطان بس ان شاء الله تفرشها هي تمام. لو هي حاضنة، لو في اولاد او في اطفال ما بينكم وما بين بعض، تتمكن من الشقة تمام، تتمكن من الشقة حيطان، انا كده ما جبت سيرة عفش، العفش موجود العفش مش موجود، دي ملهاش علاقة، دي حاجة ودي حاجة. طيب اتمكنت هي من الشقة في حالة وجود اطفال تمام، انت بتقول لي ايه وضعه؟ هو ملك. ماشي، احنا كده يعتبر احنا ردينا خلاص. لو موجود عفش، العفش ده بتاعك ان شاء الله تاخده تحطه في شقة تانية، ان شاء الله تاخد عفشك تحطه في شقة تانية، دي خلاص العفش ده بتاعك انت، طالما مش كاتب عليه، مش كاتب بيه قايمة، العفش ده ملكك انت. هي استحواذها على اي حاجة من العفش ده تعتبر جنحة سرقة. الشقة حقها تتمكن منها في حالة وجود اطفال ما بينكم. الذهب اللي هو المهر ده لو مكتوب كمقدم صداق في قسيمة الزواج، هي مجبورة في حالة رفعها دعوى خلع ان هي ترده ليك، ترد الذهب ده ليك. ما رفعتش قضية خلع ورفعت قضية طلاق، على حسب بقى قضية الطلاق دي مين فيكم اللي هيكسبها، هي كسبتها انت كسبتها تمام. ولكن في حالة الخلع الذهب لو مكتوب في قسيمة الزواج لازم هيترد ليك. ده كده بخصوص لو انت اللي مجهز كامل المنقولات ومش كاتب على نفسك قايمة منقولات. قايمة المنقولات النهاردة يا جماعة بقت سبب وعامل كبير قوي قوي قوي
في الضرر ما بين الأزواج، اللي هو بننسى كل حاجة كانت ما بيننا حلوة، وبنفتكر بس ان المعلقة دي حقي والشوكة دي حقك. ولكن كونك انت تجهز العفش كله وما تكتبش قايمة منقولات، ده انت كده اللي هو يعني زي ما بيقولوا 10/10 بالبلدي، اللي هو انا كنت عايش معاك عشان انا كنت عايز اعيش معاك، مش عشان في ورقة مسكاني بيها، ولا عشان خايف ان انت تاخدي عفشي او تسيبيني على الحديدة او كل الكلام الفاضي ده. فده كده بالنسبة لسؤالك يا استاذ ياسين، ولو في اي استشارة قانونية اخرى برضو قولها لي، وهنطلع برضو ونتكلم عنها. تحت امرك في اي وقت، وتحت امركم جميعا في اي وقت. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد. السلام عليكم.